السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فيما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذن إخواني أخواتي، كيف ما شفتوا في العنوان، موضوعنا هو موضوع جريمة قتل للأسف الشديد، واللي شهدتها مدينة وجدة منذ ساعات قليلة، واللي اهتز لها حي كلوش. هذه الجريمة هذه واللي تسبب فيها أخ اللي صفى الأخ ديالو بحط طريقة بشعة، وأيضا تسبب في إلحاق الأذى والضرر وبجروح غائرة للأب ديالو، للآن يعني تكابد من أجل البقاء على قيد الحياة في مستشفى بمدينة وجدة. للأسف الشديد هذه الجريمة هذه إخواني أخواتي، واللي يعني كل ساكنة ديال هذا الحي حي كلوش، وأيضا ساكنة ديال مدينة وجدة كتهتز ليها حاليا. علاش؟ لأن الوقع ديالها الوقع كبير وكبير، وخلى الاثر ديالو في النفوس ديال الساكنه اخواني اخواتي. لكن قبل ما اننا نغوصوا في تفاصيل هذه الواقعه المفجعه واللي هزت حي كلش مدينه وجده، كندعوكم اخواني اخواتي فضلا وكرما منكم انكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، وايضا اللي كيشاهدنا اول مره انه يشترك في القناه مع تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تنقوم بها. اذا اخواني اخواتي، وكيف ما قلت موضوعنا هو موضوع جريمة قتل اللي هزت حي كلوش منذ ساعات قليلة تزامنا مع ميقات العصر من هذا اليوم 19 أبريل الجاري. فأقدم شقيق على قتل الشقيق ديالو من بعد واحد الشجار عنيف بيناتهم، شجار بسبب أسباب بسيطة إخواني أخواتي أدى هذا الشجار إلى تصفية الشقيق الأصغر منه، بحيث أن الشقيق اللي قام بهذا الفعل الشنيع كيبلغ من السن 43 سنة، وأقدم على تصفية الشقيق ديالو الأصغر منه سنا التي يبلغ من السن 38 سنة، وأيضا يعني وجه ضربات قوية للأب ديالو في اللحظة اللي دخل باش أنه يفك هذا الشجار وهذه الخصومة اللي وقعت ما بين هذ الشقيقين. لكن للأسف الشديد أدت هذا الشجار أدى إلى وفاة أحد الشقيقين يعني في عين المكان، فيما الأب ديالهم يعني الآن كيكابد من أجل البقاء على قيد الحياة في المستشفى في مدينة وجدة، فيما تم يعني إلقاء القبض على المشتبه فيه يعني في عين المكان، وللآن يعني هو الآن أمام السلطات الأمنية من أجل أن تقوم بالإجراءات والتحقيق في هذا الأمر وفي هذه الواقعة اللي هزات حي كلوش منذ ساعات قليلة إخواني أخواتي. للأسف الشديد مسلسل الجرائم مازال مستمر منذ دخول شهر رمضان المبارك، كيف ما تنقول دائما شهر رمضان المبارك بريء براءة الذئب من دم يوسف، بريء من كل هذه الأعمال الهمجية وهذه الأعمال اللي تمسح تحت مسميات عدة، وكيف ما تنقول دائما من أبرزها مسمى الترمدينة. فإخواني أخواتي، نبقاو مع تفاصيل هذه القضية المفجعة، واللي كيف ما قلت منذ ساعات ساعتين ثلاثة سوايع من الآن قام هذا الجانب التصفية ديال الأخ ديالو من بعد هذا الشجار. وحسب معطيات الأولية إخواني أخواتي للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض شقيقه الضحية البالغ من العمر 38 سنة لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض داخل منزل الأسرة بسبب خلاف عرضي، مما تسبب في وفاته وإصابة والده بجرح على مستوى الوجه بعدما حاول التدخل لفك الشجار. فالأب لما شاف الأبناء ديالو يعني ولادو بجوج كيتضاربوا وداخلين في حد الشجار اللي عنيف كاين سلاح أبيض، فدخل من أجل فك هذا الشجار، إلا أنه بدوره تلقى واحد الضربة، واللي على إثرها الآن هو تكابد من أجل البقاء على قيد الحياة في مستشفى مدينة وجدة. لفك الشجار، الأبحاث والمعاينات المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء، بينما تم إيداع جثة الهالك بمستودع حفظ الأموات رهن التشريح الطبي. أما الأب المصاب فقد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملامسات هذه القضية وكذا تحديد دوافعها وخلفيتها الحقيقة. هذه القضية إخواني أخواتي لشتى حي كلوش مدينة وجدة، واللي هناك إشارات إخواني أخواتي ومجموعة من المعلومات تقول بأن هذا الإبن
اللي قدم على هذه الافعال الاجراميه، تصفيه الاخ ديالو، ايضا ضرب الاب ديالو، كيعاني من اضطرابات نفسيه. شنو هو حجم هذه الاضطرابات النفسيه؟ انا دائما ما كنبغيش نسارع ونعطي مبررات لهذه الافعال الاجراميه قبل ما ان يعني تصدر المعلومات الكافيه اللي تؤكد فعلا واش هذا السيد هذا عنده خلل، لاننا ضد ديك الفكره ديال ان في المد ترتكب شي جريمه نقولوا على مولاها انه عنده خلل نفسي ومرض نفسي ولا شي حاجه. فلهذا ما كنحاولش انني نسارع، لكن المعطيات الاوليه بخصوص هذه الواقعه للاسف الشديد كتقول بان فعلا هذا الشخص كيعاني من اضطرابات نفسيه او لا عنده امراض نفسيه او لا شي حاجه من هذا القبيل. وبين التاكيد والتفنيد مازال الامر يعني متاح امام التحقيقات، مازال التحقيقات جاريه من اجل اناطه الغبار على اشنا هي الاسباب والدوافع الحقيقيه وراء نشوب الشجار واللي ادى وافضى الى وفاه احد الاخوين، وايضا ارسال الاب في حاله حرجه للمستشفى الاقليمي بمدينه وجده. فاخواني اخواتي، هذه جريمه كيف ما قلنا ضد الاسره، ضد جريمه وقعت داخل أسرة، ما بين الإخوة، ما بين الأسرة بصفة عامة. فكيف ما تنقول رمضان بريء كل البراءة، براءة الذئب من دم يوسف. فهاد الجريمة ما عندهاش أسباب نرفز بسبب رمضان ولا شي حاجة، فهاد الجرائم كلها عندها طابع يعني طابع محدد، طابع يعني محدود، ما يمكنش غادي نجيو حنا وغادي نبقاو فين ما وقعت شي جريمه كيف ما قلت اننا نلبسوا لهذاك اللباس ديال الترمدينه، داك اللباس ديال رمضان، داك اللباس ديال العصر. لا بالعكس، فكما تنقول دائما رمضان بريء براءه، بريء كل براءه من بحال ما هاد التصرفات العدوانيه اللي ما كيحضرش فيها الصبر، ما كتحضرش فيها بزاف ديال المعطيات، ما كتحضرش فيها بزاف ديال المعطيات. لكن اخواني اخواتي، كتبقى هذه هي المعلومات الاوليه اللي عندنا بخصوص هذه الجريمه، واللي كيف ما تنقول الهدف من هذا الشيء كامل هو استخلاص العبر واخذ الموعظه واستخلاص الدروس من بحال ما هاد الوقائع. لان اذا كان هذا الانسان هذا مريض نفسي عنده امراض اللي ما عارفينش العمق او الدرجه ولا الحجم ديالها، فكان انه ياخذ العلاجات ديالو، انه ما يصومش كاع، انه ما تبقاش. ولكن لحد الساعه ما كايناش معلومات اللي نقدر انني يعني ندخل معكم في نقاش بحال ما هذا الشكل، نقاش عميق حول هذا الموضوع، ما كاينش معلومات كثيره اللي كتاكد او لا كتفند فعلا ان السيد يعني كيعاني من امراض نفسيه. لكن الى حين ان تبان مجموعه ديال المعلومات اللي ممكن اخواني اخواتي انني ننوركم بها واننا نسلطوا بها الضوء اكثر على هذا الواقع اللي زاد حي كلش بمدينه وجده، فالى حين ان تبان معلومات غادي نشاركها معكم اخواني اخواتي اكيد. والى ذلك كنتمنى انكم يعني ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، وكنتمنى انني نكون سلط الضوء على هذه القضيه هذه، وكنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، وكنتمنى انكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو فضلا وكرما منكم اخواني اخواتي. وايضا اللي كيشاهدنا اول مره انه يشترك في القناه مع تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تقوم بها. وخير الختام السلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.